مساعد بالنسبه للاتحاد الرياضي السيري. صالح اليوم مباراه كبيره بين الاتحاد الرياضي السيري والنادي الافريقي، مباراه الرهان هو المرور للدور النصف النهائي، مباراه تصحيح من الجانبين، شاهدنا الاهداف. شنو هي الحاجات اللي مخليش الاتحاد المنصيري يمر للدوره القادمه اليوم؟ والله صحيح مباراة كبيرة وسيطر فيها الاتحاد المنستيري بطول العرض كما الناس كل تفرجت في المباراة. قمنا بأخطاء لم يزمناش نقوموا بهم في سيرتو في وسط الدفاع، معناتها تقبل هدف عن طريق بلاريتي كيف كيف الوقت اللي احنا شادين اللعبة معناتها وواصلين للمرمى للنادي الافريقي وكنا قادرين نسجلوا أهداف، تقبل هدف الحقيقة بالنسبة لي متاع سوء تمركز متاع قل التركيز اللي يلزم ما تقبلوش، معناتها الهدف اللي ما يلزمك ما تقبلوش قبلته، ما لو رزموها هذيك كرة القدم. موسم كبير قدمه الاتحاد المنسيري، ما نساوش ما ترشح ربيع أبطال إفريقيا في الدور معناتها في المرتبة الثانية، لكن نطلب سماح من الجماهير الكبيرة متاعنا اللي حاضرة في الملعب، خاطر الحقيقة كنا نتمناه باش نمشيو للدور نصف النهائي والدور النهائي، لكن هذيك كرة قدم قضاء والقدر. الحمد لله على كل حال الاتحاد المسيري عنده مجموعة طيبة، إن شاء الله يقع تدعيمه في المستقبل بالشبان ذوما، إن شاء الله يحملوا المشعل وإن شاء الله الاتحاد القادم متاعه خير من الحاضر. يعطيك الصحة سالح، ورغم الخروج اليوم أنه الاتحاد المنصيري لبيب عمل موسم متميز في المركز الثاني وشامبيونز ليج الموسم القادم، نرجع لك لبيب. أكيد برافو.